السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدمو إن شاء الله طرطة عيد ميلاد بعجينة الشوكولا بطريقة سهلة للمبتدئات. بقاو معايا باش تشوفو مقادير الوصفة وطريقة ديال التحضير. نبداو على بركة الله. عندنا كاس ديال الفوش، كاس ديال السكر سنيده، 7 ديال البيضات اللي يكونو متقلبين، واحد خميرة الحلويات، كيس ديال خميرة الحلويات، وكيس ديال سكر الفاني. بعد ما وضعنا العناصر غنخليهم يخدموا مزيان ويطربوا مزيان على الاقل 10 دقائق وحنا كنخدموا فيها. من بعد غادي نحصلوا على واحد الخليط اللي غادي يكون كريمي، غادي نضيفوا له الخميره الحلويات والدقيق اللي قلنا في الاول. باش ما يتحرش الشبات، في نفس الوقت انا كندخل الدقيق، غنستمر على هذه العمليه حتى نحس بالدقيق تمشى كله مع الخليط. بالنسبة للفران ديال الضوء يعني كافيه 180 درجة، ولكن يدار في الفران يكون باقي بارد. أما بالنسبة للفران ديال الغاز من الأحسن حتى هو يكون باقي بارد، ونحطوهم الفوق وعلى عافية مهيلة مهيلة، ومن بعد نهبطوه لتحت غير باش ينشفلو الوجه ديالو، ومن بعد نخرجوه من الفران. من بعد ما درنا الجينواز في الفران، دابا غادي نطرب الكريمه السائله ديال الحلويات، غادي نخدمها مزيان ومن بعد غادي نوضعها في الثلاجه حتى تبرد. من بعد ما قطعت جوج طرفان مزيانين يعني باش يكونوا معاطين، هادو ما غاديش نستغنى عليهم، هادو هما اللي غادي نعمر بهم في الوسط اللي ما غيضيعوليش. يعني ماشي ضروري ان يكونوا عندي ثلاثه ديال الشكلات مطبقين نفس الشكل نفس هذا، يعني هادو هما اللي غادي نعمر بهم الوسط باش ما تضيعناش لوجينوز ديالنا. بالنسبة هنا الحشو اللي غادي نستعملو باش نعمرو الطرطة، عندي هنا واحد الكمية ديال الخيتين، هنا شوية ديال نوبة ديال اللوز والسكر اللي طيبت شوية ديال السكر كراميل، وزدت عليه كاس ديال السكر مع كاس ديال اللوز وحمرتهم في المقلة، ومن بعد هرستهم وخليتهم مقرمشين على هاد الشكل هذا. هنا عندي واحد الكمية تقريبا الشوكولا نوع ممتاز، وزدت عليه واحد تقريبا الكريمه السائله ديال الحلويات اللي عطاني واحد لاكراج ديال الشوكولا بحال هكا. غادي نخلط الشوكولا، هذا
من بعد ما وجدت الحشوة غادي نوضعها جانبا. انا وجدت السيروم من قبل اللي درت فيه 4 معالق ديال السكر وكاس ديال الماء وواحد شاصية ديال الفاني. الذكر فقط ان الجينواز دائما كتكون سخونة والسيروم يكون بارد، والعكس صحيح. الا كتعدنا سخونة نديرو السيروم يكون مهم، يعني كيكون اذا كانت الجينواز سخونة كما قلت كتكون السيروم بارد، واذا كان الجينواز بارد باردة كتكون السيروم يكون سخون. انا غادي نسقيها الان. غناخذ واحد تقريبا واحد معلقة ديال الكاكاو المر اللي غادي نخلطو مع كريمة الحلويات، يعني كيبقى ذوق الكريمة كتبقى اختيارية، يعني يمكن لك تخليها هكاك بيضاء، يعني يمكن لك تنكها بنكهة الشوكولا او بنكهة الفريز او بنكهة الخوخ، يعني كيبقى الذوق دائما اختياري. غناخذ الحشوة اللي وجدتها من قبل غادي نفرقها على جوانب كاملة ديال القالب. هنا الى لاحظتوا الطبقه الثانيه، انا راني وضعت الطبقه الثانيه ما تصورت ليش داك الطروفه ديال الجينواز اللي ما كانش عندي مكمول، يعني الشكل المكمول، غير داك الطروفه اللي كانوا بقاو لي شيطين هما اللي عمرت بهم الطبقه الثانيه، يعني ما كتبانش نهائيا مع الكريمه وما دام ما كتبانش الشكل ديالها. المهم ان الشكل الثالث هو اللي بقى لي الاخير باش كيبقى باش كتجي لا فينيسيون ديالو مقاده. غادي نديرها في الثلاجة تشد راسها شوية باش ندوزو المرحلة الأخيرة باش نغلفو الكيكي ديالنا. هنا أنا عندي عجينة الشوكولا اللي كنت وجدتها من قبل، اللي بغا الطريقة غادي نحطلو رابط في أسفل الشاشة. غادي نتلقى عندي هنايا سكر بودرة اللي غادي تساعدني باش ما تلصقليش الشطلاط ملي نكون كنطلقا.
الا لاحظتوا من بعد ما قطعت عجينه الشوكولا كنحاول نجيب الكوردون ونتقب غير بعض الاماكن اللي كنحس بها منفوخه، يعني كتكون فيها الهواء داخله فيها الهواء وما كتعطينيش يعني ما كتجيش العجينه السكر لاصقه مزيان على الطرطه. ملي كندير لها داك التقيبات كتخرج الهواء وما ما كتجيش منفوخه في بعض الاماكن. انا غنستمر على هذا الشكل حتى غادي نحاول غير بيدي كما كتلاحظوا غير بيدي غادي نخدمها مزيان، وضروري ضروري يعني السكر بودره يكون معايا كنخدم به هو اللي كيعاونني بزاف وما كيخليش عجينه الشوكولا كتسخن بيدي، ويعني وكتعطيني كتعاونني باش كتعطيني واحد النتيجه مزيان. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال التورته ديال هذا النهار اللي وجدت. كما كتلاحظوا حاولت نزينه يعني بشويه ديال الشوكولا حبيبات ملونه مع شويه ديال خديت واحد المرشم واللي طبعت به شكل وريضات كما كتلاحظوا، حطيت على الكريمه من الفوق مع خلاص الشموع ديال عيد الميلاد. صراحه طريقه سهله مبسطه للمبتدئات. شكرا لكم على متابعه الفيديو والى فيديو اخر.